السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة على قناة الموسنات. قبل أن نشرح في تفاصيل حلقة اليوم، أدعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب أو الاشتراك لتوصل بكل جديد من الفيديوهات مستقبلا إن شاء الله. ليس بالوقت يعني الطويل قامت شركة يوتيوب أو شركة جوجل في منصتها على اليوتيوب بإقفال ألاف القنوات بدون سابق إنذار، وأثار هذا الحدث الكثير من التساؤلات وبالخصوص القنوات العربية، بحيث العديد من العرب يعني قالوا بأن هذه حملة شرسة من اليهود على العرب والكثير من الكلام الزائد. المهم، ليس هذه حلقة اليوم، لأن حقيقة يعني ما نقوم برفعه نحن العرب على اليوتيوب صراحة والله لا يشرف. شاهد يعني معي فقط كل الفيديوهات التي لديها مشاهدات كبيرة هي فيديوهات بمزة خاصة، تجد فقط فضائح فلان، فضائح فلانة وغيرها. لهذا يعني نحن والله لسنا شرف، أو ليست فيديوهاتنا مشرفة حتى يعني نكسب ثقة يوتيوب. وبعد مرور أشهر على حدث غلق الكثير من القنوات بدون سابق إنذار، هي الآن شركة جوجل تدهشنا بقرارها الجديد الذي أطلقته منذ يومين على صفحتها الرسمية. هذا هو القرار، وأنه لن يتم الموافقة على القنوات الجديدة حتى تبلغ عدد المشاهدات الخاصة بها إلى 10,000 مشاهدة. يعني ماذا يعني هذا القرار؟ أنك عندما تقوم بإنشاء قناة جديدة وتطلب الاشتراك في جوجل بارتنر، أنه لن يتم الموافقة على الطلب الخاص بك حتى تبلغ الفيديوهات أو المشاهدات على الفيديوهات الخاصة بك إلى 10,000 مشاهدة. ولماذا اتخذت يوتيوب هذا القرار؟ حتى تحد من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها الكثير من اليوتيوبرز أو صانعي المحتوى على الفيديوهات. يعني أنك عندما تنتظر حتى يتم الموافقة على طلبك في جوجل بارتنر، أن الشركة سوف تقوم بتفحص الفيديوهات الخاصة بك تفحص جيد، حتى ترى أنها ليست بها أي مخالفات لشروطها التي يجب عليك أن تطلع عليها. لهذا أنا والله حقيقة أرى بأن هذا القرار جيد، وبالخصوص للأشخاص الذين يتعبون في إنشاء فيديوهات. ربما قد يأخذ مني أو منك أو من العديد من الأشخاص الآخرين صانعي المحتوى لإنشاء فيديو، ربما قد يأخذ منه التصوير ساعة، وربما يأخذ منه المونتاج الخاص بالفيديو 4 ساعات أو 5 أو 6 حتى يقوم برفعه على منصة اليوتيوب، وبذلك لن تأتيه الكثير من المشاهدات. وفي الطرف الآخر يأتي بعض الأشخاص الآخرون، يأخذون هذه الفيديوهات بكل سهولة ويقومون بإعادة رفعها على القنوات الخاصة بهم ويكسبون. أنا والله يعني لست حاسدا لكم أو غير ذلك، ولكن والله يعني ما لا يعطيني ضميري أني أقوم باستغلال جهود الآخرين. حتى لا نخرج على الموضوع، ننتقل إلى بعض الكلمات التي قالتها يوتيوب في آخر التدوينة، وذلك بأنها يعني قالت بأن لأجل كل القنوات الجديدة التي تم إنشاؤها، يعني يجب على صناع المحتوى أن يقوموا بالتركيز على يعني الفيديوهات وتطوير القناة الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع نصائح الخاصة بجوجل يوتيوب من خلال أكاديمية يوتيوب. يمكنك الاطلاع على هذه النصائح لتقوم بتطوير قناتك يعني، والاستفادة من جوجل بارتنر بعد أن تقوم بالوصول إلى 10,000 مشاهدة.
هذه هي يعني فقط بعض التلميحات حول القرار الجديد الذي اتخذته شركة يوتيوب. وأنا صراحة أعجبني هذا القرار لأنه سوف يعني يكون منصف للكثير من اليوتيوبرز الذين يتعبون يتعبون لأجل إنشاء المحتوى الخاص بهم. وإلى هنا إخواني أخواتي أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وأتمنى من صميم القلب أنها قد نالت إعجابكم. إذا كانت لديكم أي أسئلة لا تترددوا في تركها أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والتعليق على الفيديو. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.